الجيش والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والجماعة الحضرية يطيب لي باسمهم جميعا أن أرحب بكم في هذه الجلسة الشعرية مع أسماء مميزة من مدينة العرائش والعوامرة والقنيطرة، فاطمة من القنيطرة. لن أحدثكم عن أن الزجل شكل من أشكال الإبداع، له لغته الخاصة، له أيضا مبناه ومعناه. اللغة الدارجة تنزل تهنا بسرعة لأن الأشياء البسيطة تنزل محدد على هذه القصيدة الزجلية والتي تجمع بين البسمة الخريفة و هذاك الطير يلوح جنحان ما هو معاه ولا معاه قالوا كيف يشقع باب الريح ويصدام وهو قام يتربى على عرش ونوايا. قلت لهم بريشتو تنغمس في الدوايا نكتب السطور والسطور ونعبر بحور وبحور وفي صرخات الذات صرخات يا عتاق الرقاب راه العوينه نشفات عاد ماها حمور يطاير مع الصراط. واش كلمه الحق ما عندها برهان؟ واش كلمه الحق ما ليها ثمن؟ واش كلمه الحق ما بعدات يا انسان؟ الروح ما هي غير وحدة قادرة تهزم العساس وعبيده تغير الطل تمحيه وتبيده تفك حايل السماء وتسقينا بالماء تمحي حموم العوينة ويصفى من بعها. ولا أخرى اللي ساكنة فيها في غرق نعاسي عادتني وكرهتني فيها نسحابها منامة فايتة نحكيها في صبح وننساها في عشية شابكو صباعي مع رجلية ما لقيت ما نفك فيا هربت لبعيني اتخبلت وتكلك من هم فيا لقيتني تابعاني نجري نجري عينت ومعيات ديك اللي فيا قلت نتخبى بين ضلوعي ونوسب قلبي لارضابية لقيتها صفقتني وقسمت القلب قسمة متنية حتى سال دمي من عينية عييت عييت بغيت نشوفني ديك الطفلة المخرصة شعور الذهبية بغيت نشوفني ديك العذراء اللي تحلم بالنظرة ومادة يدها الحنان الوردية بغيت نشوفني ديك المرأة اللي زينها شان وهمية لكن ناري ديك اللي فيا حلفة بحلوف القسمية لا تحمقني لا تهبلني حتى تبقى فاهية فيا عدوتي مني عدوتي مني ريداني نار مطفية تنفخ فرمادي.